وللمزيد حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة العميد الدكتور عمار مصطفى السيد، مساعد رئيس الأمن العام لشؤون المجتمع في وزارة الداخلية. أهلا بك سعادة العميد في نشرة الثالثة. إذن يوم الشراكة المجتمعية يحاكي جهود وأعمال كثيرة لوزارة الداخلية في إطار هذه الشراكة، حدثنا سعادة العميد أكثر بخصوص ذلك. مساء الخير أخي العزيز، مساء الخير على جميع السادة المشاهدين. طبعا نحتفل بيوم عزيز اللي هو يوم الشراكة المجتمعية، اللي يكرس علاقة إيجابية وصحية بين المجتمع وبين جهاز الشرطة. جاء هذا اليوم لتأصيل قيمة الشراكة ولتعميق الاتصال الإيجابي لرجال الأمن بكافة أطياف المجتمع، لتربط بين مؤسساتها الحكومية والخاصة والأهلية. وفي ذلك السياق خطط وزارة الداخلية خطوات كبيرة لتعزيز الشراكة من خلال عدة محاور وبرامج اعتمدت على الآتي: أولا تحسين منظومة الاتصال والتواصل وأدوات التواصل مع الأفراد والمؤسسات في المجتمع، تطوير آليات الشراكة مع الأسرة والطفل والشباب وكبار السن وذوي الهمم، تبني مبادرات وبرامج فعالة مستندة على إشراك مختلف فئات المجتمع في تعزيز مؤسسات الأمن والوقاية من الجريمة، التنسيق والتعاون المشترك مع الجهات والمؤسسات الوطنية المعنية بحماية البيئة ومواجهة التغيير المناخي ودعم وتنشيط السياحة. وأيضا من المحاور اللي اعتمدناها في رئاسة الأمن العام لشؤون المجتمع تشجيع المجتمع المدني والقطاع الخاص على المشاركة الفعالة مع الجهات الأمنية في المبادرات الرامية لتعزيز الأمن المجتمعي ودعم الشراكات الاستراتيجية القائمة على خدمة أمن المجتمع بمفهومه الشامل، والاستفادة أيضا من الطاقات الشبابية واكتسابهم الخبرة وتمكينهم من المشاركة في برامج ومبادرات وزارة الداخلية، والاستمرار في تعزيز وتطوير المناهج الدراسية اللي تهدف إلى الوقاية من العنف والتطرف وعلى برزها برنامج معا. نعم سعادة العميد، أيضا ما الدور الحيوي الذي تقوم به شرطة خدمة المجتمع في تطوير العلاقة بين الشرطة بكافة أجهزتها والمجتمع من طرف آخر؟ شرطة المجتمع الآن ركن أساسي في جميع مديريات ومراكز الشرطة، وهي قبل يعني ما تكون جهاز هي ثقافة موجودة ومنتشرة في الجهاز الأمني الموجود عندنا، وعملها العديد. يعني يمكن أنا أذكر أبرزها اللي هي تنفيذ الحملات التوعوية والتثقيفية اللي تواجه الظواهر السلبية للمجتمع، التواجد في كل الفعاليات اللي تهم المجتمع، الفعاليات الدينية، الفعاليات الوطنية، أيا كان نوع الفعالية لهم تواجد في التنظيم ونشر الطمأنينة بين الناس. أيضا متابعة القضايا الأسرية والاجتماعية، العديد من القضايا اللي قاعدين نتعامل معها بشكل يومي هي قضايا اجتماعية، وشرطة خدمة المجتمع هي الجهة المختصة للتعامل مع هذه القضايا. أيضا تسيير دوريات في الشوارع وفي الأحياء السكنية، ومن خلال هذه الدوريات العمل على رصد الظواهر السلبية وتقديم الحلول المناسبة لها، أيضا تقديم الإحصائيات ودراستها وتحليلها، والمسح الأمني لمواقع ازدياد معدلات الجريمة والتعامل معها بشكل حضاري من خلال دراسة هذه الأماكن وتقديم الحلول العلمية لها، التواجد في المؤسسات والمساجد والجوامع ودور العبادة، تقديم برامج تدريبية أيضا لأولياء الأمور، الأسرة شريك أساسي في نشر الوقاية من الجريمة، فلا بد أن عندنا برامج تستهدف الأسرة على أساس أن يكونون شركاء أساسيين معانا. العديد بأمانة من يعني صعب أن أنا يعني أذكر جميع هذه الأعمال، لكن حبيتني أوجزها باختصار. نعم سعادة العميد الدكتور عمار مصطفى السيد، مساعد رئيس الأمن العام لشؤون المجتمع في وزارة الداخلية، شكرا جزيلا لك.